نعيش في شهر الجلال مع وفد الروعة والجمال أهل الله الذين التف حول صوتهم عباد الله. هزة حناجرهم، بكاء خشوعهم، هم وكتاب الله قلبا لقلب. أشهد أن محمد رسول الله. بركات المحراب وأشواق المصلين، دعاء المبتهلين، وبكاء الضارعين الأتقياء. إنهم مزامير المحراب، محراب الحرمين. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر، مكتي لا جلال على الأرض يداني جلالها أو يفوق. أنت عندي معشوقة ليس يخزى العشق منها ولا يضل الطريق. إنهم الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم السمو والرفعة والعلاء، إنهم أهل الله وخاصته، أئمة الحرم المكي الكرام الذين ظهروا وأبهجوا المسلمين بجميل أصواتهم وجليل فعالهم. ومنهم فضيلة الشيخ ياسر الدوسري الذي صدر القرار الملكي بتعيين فضيلته إماماً من أئمة الحرم المكي الشريف عام 1441. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. جعلني أشوفه في الحرم. يقول سبحان الله العظيم الكلمة هذه، أمي تقول ما نسيت هذه الكلمة إلى هذا اليوم، تقول ما نسيت دعوتي لك وعمرك 4 سنوات وأنت تلعب. يقول كنت ألتفت إلى خالتك وأقول جعلني أشوفها في الحرم. وسبحان الله العظيم، يعني هذا يدل على أثر دعاء الوالدين. كان ملء سمع الدنيا بقراءته وبتلاوته وبحب الناس له، فهو يختلف ربما عن الآخرين أنه قد جاء وقد حصل له من الحب والمحبة والقراءة التي انتشرت في كل مكان قبل أن يعين إماما في المسجد الحرام. ولهذا كان الناس دائما قبل رمضان يحصل هذا التوقع، ياسر الدوسري ربما يكون إمام، ربما خصوصا مع وجود بعض التعيينات المؤقتة التي تقتصر على فترة رمضان. قصة الشيخ مع الحرم المكي فبدأت منذ عام 1436 هجريا لما كلف بإمامة المصلين لصلاة التراويح في المسجد الحرام. فاتصلت بالشيخ وهنأته وباركت له، فكان دعائه اللهم إن كان هذا خير فيسره لي. فكان هذا الدعاء من الشيخ جميل ورائع جدا، بأنه لم يكن حريص على مجرد إمامة الحرم، بل كان حريص على أن تكون إمامة الحرم هي مصدر خير ونفع له و
وللمسلمين. وكان كل عام يكلف بعد عام 1436 إلى 37 مدة 5 سنوات، كان في كل سنة يأتي إلى مكة يزورني ونجتمع، حتى كلف في عام 1441 وصدر قرار تعيينه إماماً للحرم. لما وصلنا الخبر الحقيقة فرحنا لما نعلم من أهليته لهذا المنصب الذي هو تشريف لكن أيضاً هو تكليف ومسؤولية أمام الله عز وجل ثم أمام ولاة الأمر. وكان في نفس الأمر يسأل الله عز وجل أن يرزقه التوفيق والسداد وأن يعينه وأن يفتح عليه هذا المقام، مقام الإمامة في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقام عظيم. وكان الشيخ يذكر أنه لما أمم المصلين في المسجد الحرام، طبعا كانت أول ليلة صلى خلف الإمام ولم يصلي بالناس في أول رمضان عام 1436، في أول رمضان في عام 1436 هجريا، وإنما صلى بالناس في ثاني ليلة من رمضان، فكانت أول ليلة فيها رهبة وهو لم يصلي إمام. ثم صارت ثاني ليلة في من رمضان عام 1436، وكان يذكر لنا الرهبة التي رهبت محراب المسجد الحرام وكيف كانت هذه الرهبة وكيف استطاع أن يتجاوز هذا الموقف، وقرأ قراءة خاشعة مؤثرة وكأنه اعتاد على محراب المسجد الحرام منذ السنوات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صوتا جميلا مؤديا فيه صيغة الأداء تبارك الله، يعني هذه موهبة ربانية، وهو ما شاء الله تبارك الله يعني يقوم بهذا ويدخل السرور على قلوب الناس حينما يقرأ. قراءته جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله، وقد قرأ على مجموعة من المشايخ، له اختياراته بين مجموعة القراءات التي قرأها. وفي عام 1444 هجريا صدر قرار تكليفه بالخطابة في المسجد الحرام، وكان هذا قبل عدة أسابيع، وتشرفنا حقيقة بحضور خطبة الجمعة للشيخ الأولى وخطبة الجمعة للشيخ الخطبة الثانية. وكان من حكمته أنه بدأ أول خطبة جمعة له في الحديث عن الإخلاص لله عز وجل في العمل، وكانت الخطبة الثانية عن المتابعة، وهذه ما يسمى بأركان القبول الأعمال عند الله عز وجل. عباد الله، إن إخلاص العبادة لله وإقامة الدين وصية الله لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقد وصى بذلك نوحاً وإبراهيم وعيسى وموسى الكليم ومحمداً خاتم النبيين والمرسلين، فقال في محكم التنزيل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد تضافرت الآيات في ترسيخ هذا المعنى إعادةً وتأكيداً، فما من رسولٍ بعث في أمة إلا وقد صدر دعوته بهذا الأصل العظيم. وسط الينابيع الباردة التي تتدفق بصفوها من خرير وديان حنيفة والروضة السهباء في أبهاء محافظة الخرج التي تقع جنوب شرق العاصمة الرياض، هناك ولد ياسر بن راشد بن حسين الودعاني الدوسري في 24 من شهر رمضان المعظم عام 1400. أحس ياسر الدوسري بالدفء الأسري بين والدين كريمين
يتنافس كل منهما في محبته ودفعه بحنان زائد إلى الخير والفوز العظيم، إلى كتاب الله العلي الكريم. كان يذكرني من القصص الجميلة الرائعة أنه لما أراد والده رحمه الله تعالى يسكن في سح جناته، لما أراد أن يسجل في المرحلة الابتدائية أخذه إلى مدارس تحفيظ القرآن، فكان الشيخ ياسر يقول لأبوه ما ودي مدارس تحفيظ القرآن، ودي مدارس العادية مثل عيال عمي. فكان والده يقول يا ولدي هذا القرآن يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. يقول أنا ما نسيت أبدا هذه الكلمة، ونرى أثر القرآن عليه رفعه في هذه الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يرفعه في الآخرة بسبب هذا القرآن. والده يرحمه الله الشيخ راشد الدوسري كان مهتم بابنه ياسر اهتماما كبيرا، حتى شب عن الطوق وحصل مسك الإمامة، فكان لازال الأب يرعى الابن وكان فخورا به. والد الشيخ ياسر الدوسري توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سكن في سح جناته، وقد رأى ابنه إمام للمصلين في المسجد، وكان يرى جموع المصلين وهي تأتي إلى المسجد لتصلي خلف ابنه، فكان شعور والده شعور الفخر والاعتزاز بأن أخرج الله عز وجل أو أنبت هذا الابن نباتا صالحا. ولهذا لما مات رحمه الله قال لي الشيخ ياسر الدوسري أنه كانت أجمل عبارة في العزاء لما زارني شيخي، يعني شيخه وشيخ الجميع، شيخ محمود سكر يرحمه الله، قال زارني ومسك رأسي وقبله وقال من خلف مثلك لم يمت، قال فدخلت هذه الكلمة في قلبي وكانت كالسلوان. وصدق الشيخ محمود سكر، فعناية والد الشيخ ياسر بابنه ياسر كانت ثمرة هذه العناية وهذه الرعاية بعد توفيق الله تعالى، أن خرج للأمة إماما وعالما ومقرئا نفع الله به في كل الدنيا. وأم الشيخ ياسر كانت من المحبين للقرآن، ومن الأمور الجميلة جدا والرائعة أن والدة الشيخ ياسر حافظة لكتاب الله تعالى، ولا زالت الآن تدرس في دور تحفيظ القرآن، هي الآن تدرس في 4 دور تحفيظ القرآن بعد الفجر، وتدرس في دور العجزة، وتدرس بعد المغرب وبعد العشاء، فهي محبة للقرآن ومشغول طول يومها بالقرآن ولا زالت. فالشيخ بيت قرآن ونشأ محب للقرآن، بل أن والدة الشيخ لديها مؤلفات وعندها كتاب اسمه غيث القلوب، وهذا كتاب مطبوع وموجود في المكتبات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الشيخ ياسر الدوسري صوت قوي يتميز بقوة التعبير في الأداء، خصوصا في منطقة الوسط، الكل في هذه المنطقة تجده تارة مشرقا وتارة لامعا وتارة مبهجا. الشيخ ياسر الدوسري من هؤلاء القلائل. الأداء النغمي في مقام البياتي لديه فيه جودة عالية لما يتمتع به من قوة التعبير، وتجد المستمع لا يملك إلا أن يستمع لهذا الصوت الشجي. تعالوا فلنستمع معا إلى هذا الصوت.
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين براعة في أدائه لمقام البياتي وحسن تصرف. أتم ياسر الدوسري حفظ جزء عام وهو بعد في السادسة من عمره قبل أن يلتحق بالمدارس النظامية بتشجيع حثيث من والده الذي كافأه نظير حفظه المتمكن بجهاز حاسوب آلي، فيما كانت والدته تتولى متابعة الحفظ والمراجعة بدأب حنون. أتم ياسر الدوسري حفظ القرآن الكريم كاملاً ولما يتجاوز 15 من عمره. الحلم الذي راوحه طيلة سني طفولته بات حقيقة واقعة. أخونا الدكتور ياسر يملك أولاً خلقاً فاضلاً ورجل محترم في ذاته، طيب المعشر كل الذين التقوا به كما رأيته أنا في الرياض في زياراتي للرياض، يعني تبارك الله رجل يعني هاش وفي وجهه يعني نور الأخلاق الفاضلة والسمت الطيب، وعنده يعني لطافة في التعامل مع الآخرين، وأيضا متواضع في التعلم والتعليم، لا يستغرب الأمور استغرابا يعني فيه جفوة، لكن فيه ما شاء الله من الخلق والحلم والتواضع والأدب ورقة الجانب، يعني أحسبه إن شاء الله على خير ولا أزكي على الله أحدا. الشيخ ياسر الدوسري كان دائما يقول في مجالسنا التي نجلس سويا فيها للقراءة والإقراء: أرجوك لا تترك مسألة ولا آية ولا حرف ولا كلمة تحتاج إلى تصحيح أو إلى تعديل إلا وقد نبهتني عليها. فكل هذه تدل، ومواقف أخرى كلها تشير إلى أنه كان يبحث في مسيرته منذ بدايته يبحث عن العلم، وقد قرأ على مجموعة من المشايخ، له اختياراته بين مجموعة القراءات التي قرأها. كانت قراءته وتلمذته على شيخ القراء في المسجد النبوي شيخ إبراهيم الأخضر، وقراءته على شيخ التحقيق والعلامة الشيخ محمد تميم الزعبي، ثم كانت قراءته على الشيخ عبد الرافع رضوان آخر من بقي من أهل التخصص من أهل الطبقة الأولى. كان يمشي كما كان العلماء يقولون، هذا العلم درجات ومناقل، فكان ينتقل درجة درجة وينتقل من مرتبة إلى مرتبة، ولهذا كما يقولون يمشي بالتؤدة والترسل والتمهل. جزء من تكوينه العلمي أن يبدأ بالقراءة والتزود فيما يتعلق بضبط الأداء وإتقان النص القرآني. فكانت البداية أول مجلس كان في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم قبل 20 سنة تقريبا. لكن رأيته وسررت بمعرفته في كل المرات التي التقيت بها، سواء عندي هنا في البيت أو هناك في بيته في الرياض، أو في اللقاءات التي تمت بيني وبينه هناك في الرياض. يحرص جدا جدا على علو السند، ويقرأ من كبار المقرئين في المملكة العربية السعودية،
وحصل على إجازات كثيرة جدا من المقرئين في المملكة، أو لعله استفاد كثيرا من الشيخ إبراهيم فيما يتعلق بفهم المعاني وإبراز المعاني من خلال الأداء القرآني، وما يحصل من التدبر والتأمل للآيات القرآنية التي يكون فيها تفسير للنص. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لم يرزق بالذرية، كلما قرأ قول الله جل وعلا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سر من أسرار نجاحه وتفوقه وتصدره. ومن المؤثر أنه لما أسلم قيل له ماذا تختار اسم لك؟ لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب إلهنا ها نحن قد وقفنا ببابك وعنت وجوهنا لجلالك وخضعت رقابنا لسلطانك فلا تردنا عن جنابك لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا منتهى كل شكوى ويا صاحب كل نجوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها.